بسم الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم يا أبطال عن موضوع الجملة المفيدة. يلا ونبدأ بقى مع مين؟ يلا نشوف أبطالنا الجداد. عمر سيد، السلام عليكم. مش جديد قوي بس ماشي. السلام عليكم يا عمر سيد، عليكم. السلام كيف حالك؟ عليكم. عليكم الحمد السلام، لله. عامل إيه يا عمر؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا عمر. ممكن تفتح الكاميرا ولا صعب؟ حاضر يا شيخ. ماشي، بارك الله فيك يا عمر. يا أبطال، أي حد يبدأ يشارك على طول يفتح الكاميرا، على طول يفتح المايك مع الكاميرا، تمام، عشان نطمن على بعض ونشوف بعض ويبقى في تفاعل بيننا وبين بعض. يلا بنقول يا أبطال، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وموضوع لذيذ جدا وبسيط، ونركز كلنا مع بعض عشان في تمارين كتيرة جدا النهاردة. إحنا بنتكلم عن الجملة المفيدة. ربنا يبارك فيك يا عمر، ما شاء الله. بص بقى يا عمر، بص يا عمر، دي كلمة إيه؟ جميل. جميل. أنا لو قلت لك كده يا عمر، لو أنا بكلمك وقلت لك جميل، يبقى أنت كده فهمت إيه؟ فهمت أنا عايز منك إيه؟ يا عمر، فهمت أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أطلب منك حاجة؟ أو فهمت هل في معلومة أنا كده أعطيتها لك؟ فهمت. فهمت إيه؟ لا ما فهمتش. ما فهمتش؟ ماشي يا عمر. طب بص يا عمر، طب دي كلمة إيه اللي ظهرت جديدة؟ البستان. البستان. طب كلمة، أما أقول لك البستان، أنا كده بطلب منك حاجة؟ لا أما أقول لك البستان، طب أنا كده أعطيتك معلومة؟ عرفتك حاجة جديدة؟ لا برضو، صح يا عمر؟ انما يا صح. عمر، بص بص يا عمر على الجمله الجديده دي، بص كده، اما اقول لك البستان اقرا كده. البستان جميل. جميل جدا، البستان جميل. انت كده فهمت حاجه؟ عرفت، انت عرفت معلومه ان البستان عرفت جميل. معلومة. جميل، ان البستان ماله، حاله عامل ازاي؟ جميل ولا سيء؟ جميل. جميل، أنا فهمت إن البستان ده جميل، مش قبيح، مش وحش. جميل جدا، ممتاز، ربنا يبارك فيك يا عمر، جزاكم الله خيرا يا عمر. يبقى كده يا أبطال، لو شفتوا كلمة جميل لوحدها هي كلمة لها معنى، بس مش هينفع أتكلم بيها مع حد، مش هينفع أكلم حد وأقول له جميل بس كده، ولا كده هعرف أطلب منه حاجة، ولا بتدي على طلب، ولا بتدي على معلومة. لو قلت له البستان بس برضه مش هعرف أتكلم بيها مع حد، انما اقول له البستان جميل كده جمله لها معنى، اللي هي كده الجمله المفيده. تمام، ما شاء الله. يلا نشوف كمان، جزاكم الله خيرا يا عمر، بارك الله فيك يا حبيبي، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا عمر، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا عمر، جزاكم الله خيرا. عمر شكلها كده تبقى عمر النهارده كتير. عمر الحسان، عمر الحسان، سلام عليكم يا عمر. عمر الحسان، سلام عليكم. عمر، السلام عليكم يا عمر. السلام عليكم يا عمر، كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا عمر. احنا بنتكلم النهارده عن ايه يا عمر؟ عن الجملة، الجملة الايه؟ عن ال ايوه، الجملة المفيدة. عن ايه يا عمر؟ جمال ال ايوه، الجمله المفيده. تمام، بارك نعم. الله فيك يا عمر، جزاكم الله خيرا يا عمر. يبقى يا عمر، شايف الكلمه اللي قدامك دي يا عمر؟ نعم. ايوه، الكلمه اللي قدامك دي اسمها ايه يا عمر؟ طلعت. طالعه. اسمها ايه؟ طلعت. طالعه، ممتاز. طب والكلمه دي، الكلمة اللي بعدها اسمها، أنا عايز كل أصحابنا وأحبابنا اللي موجودين معانا يحاولوا يتكلموا حتى لو أنا مش سامعهم، يعني اللي بيشارك واحد بس، بس أنا عايز كل اللي موجود حاليا 35 واحد في الغرفة، أنا عايز ال 35 واحد يقولوا مع نفسهم ويركزوا، أما أسأل سؤال يحاولوا يجاوبوه حتى لو أنا مش سامع. يلا يا عمر نكمل يا عمر، دي كلمة إيه يا عمر؟ الشمس. الشمس، ممتاز. أنا لما أقول لك الشمس كده بطلب منك حاجة؟ لا هل، لا، أنا كده لا أطلب منك شيء.
هل أنت كده كسبت معلومة جديدة؟ لا، أما قلت لك ماشي. الشمس ما استفاد، إنما أما أقول لك الجملة دي اسمها إيه كده يا عمر؟ كنت تقولها اقرأها كده، الشمس طلعت. الشمس طالعة، الشمس طالعة، أما أقول لك الشمس طالعة يبقى أنت كده عرفت معلومة جديدة إن الشمس طالعة مش مختفية، صح كده يا عمر؟ ايوه جميل، يبقى طالما أنا عرفت معلومة أعرف أتكلم بيها مع حد، لو قلت لأي حد الشمس طالعة يبقى دي ينفع أتكلم بيها، تبقى دي كده جملة مفيدة. جزاكم الله خيرا يا عمر، بارك الله فيك يا عمر، جزاكم الله خيرا يا حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا عمر. يلا نشوف يسري، صديقنا يسري، السلام عليكم يا يسري. يبقى احنا يا أبطال بنتكلم عن الجملة المفيدة. إيه هي الجملة المفيدة؟ الجملة المفيدة اللي ينفع أتكلم بيها مع الناس، اللي تعطي معنى، ينفع أتكلم بيها مع الناس، سواء أسأل حد سؤال بيها أو أعطيه معلومة أو أجاوب على حد. يلا يا يسري، السلام عليكم يا يسري. زي ما قلنا الشمس طالعة يبقى دي جملة مفيدة، إنما الشمس لوحدها مش جملة، طالعة لوحدها مش جملة، دي عبارة عن كلمة برضو بنفس النظام. البستان لوحدها مش جملة، مش هستفاد حاجة لما تقول لي البستان، إنما تقول لي البستان جميل أنا عرفت إن البستان جميل. تمام، يلا أحمد حسين، السلام عليكم يا أحمد، السلام عليكم يا أحمد، أحمد حسين، السلام عليكم، السلام عليكم يا أحمد. يا أبطال اللي نكلموه أو اللي يبدأ يشارك يفتح. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك يا حبيبي. ممكن تقرأ الكلمة دي؟ كلمة إيه؟ علي. علي، جميل. أو أيوة، دي كلمة إيه؟ الوردة. الوردة. وديت دي كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ شم. شمة، جميل. أما أقول لك الوردة، أنت كده فهمت حاجة يا أحمد؟ أما أقول لك الوردة لوحدها كده فهمت حاجة؟ الوردة بس؟ لا، أما أقول لك علي بس كده هتقول لي ماله علي؟ عاوز إيه علي؟ كده ما أعطيتكش معلومة، ما قلتلكش معلومة، ولا طلبت منك حاجة، صح كده؟ ما ينفعش أتكلم بيها معاك، يعني ينفع أقول لك الوردة يا أحمد، الوردة أحمد، نعم الوردة، الوردة، شم علي الوردة. تمام، جميل. أنا لما أقول لك الوردة بس مش هينفع، مش هينفع أتكلم معاك بيها كده، أنت هتقول لي أنت عايز إيه يعني؟ عاوز إيه من الوردة؟ إنما لما أقول لك شم علي الوردة، جميل، يبقى أنت كده عرفت معلومة، عرفت إن علي شم الوردة. تمام، ممتاز، يبقى دي كده جملة مفيدة، جملة مفيدة اللي ينفع أتكلم بيها مع الناس. ماشي يا أحمد؟ ماشي، شكرا. جميل، العفو يا أحمد، بارك الله فيك يا حبيبي، جزاكم الله خيرا يا أحمد، جزاكم الله خيرا يا حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يبقى أبطال، الجملة المفيدة اللي ينفع أتكلم بيها مع الناس سواء أسأل بيها حد أو أعطيه معلومة. ماشي كده يا أبطالنا يا أحبابنا، يلا نشوف إسحاق، السلام عليكم يا إسحاق، إسحاق، السلام عليكم، إسحاق، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا إسحاق؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا إسحاق، ممكن تفتح الكاميرا ولا صعب؟ يا أبطال عايزين كل اللي يشارك يفتح الكاميرا علشان نطمن عليه ونشوفه، يبقى في تفاعل ما بيننا. بارك الله فيك يا إسحاق. أي إسحاق، دي كلمة إيه اللي عندك على الشاشة؟ محمد. محمد. أنا لما أقول لك يا إسحاق محمد يبقى أنا قاعد بقول لك محمد، إيه اللي أنت فهمته لما أقول لك محمد يا إسحاق؟ إسحاق اسم. أي اسم، ماشي. يعني أنا كده بطلب منك حاجة، هل كده أنا أطلب منك شيء لما أقول لك محمد؟ لا.
هل كده أنا عطيتك معلومة، أفدتك بمعلومة جديدة أم أقول لك محمد؟ لا لا، ممتاز. طب دي كلمة إيه؟ أيوة دي كلمة إيه يا إسحاق؟ قطف. قطف. ودي كلمة؟ زهرة. زهرة. يبقى ما أقول لك زهرة أنا كده أعطيتك معلومة؟ لا. لو زهرة لوحدها لا، قطف لوحدها لا، محمد لوحدها لا، ما ينفعش أتكلم بيها، إنما الجملة كده على بعضها. ممكن تقرأها يا إسحاق؟ قطف محمد الزهرة. ممتاز، قطف محمد الزهرة. أنت كده عرفت معلومة صح؟ عرفت إن محمد قطف الزهرة، صح كده يا إسحاق؟ صح. ممتاز. يبقى دي جملة ينفع أتكلم بيها معاك، أقول لك قطف محمد الزهرة. أنت كده عرفت معلومة إن محمد قطف الزهرة، يبقى دي كده معلومة جديدة، يبقى ده كده اسمه كلام مفيد. جميل، جزاكم الله خيرا يا إسحاق، بارك الله فيك حبيبي، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله. العفو يا حبيبي، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يلا نشوف معانا إلياس، صديقنا إلياس. يلا يا إلياس، السلام عليكم يا إلياس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا إلياس؟ الحمد لله أستاذ، أنت كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا إلياس. يلا يا إلياس، ممكن تقرأ الجملة دي كده؟ طيب، يعيش السمك في الماء. أنت ممكن تفتح الكاميرا ولا صعب؟ الصخر بان. ماشي ماشي يا إلياس، يبقى يعيش السمك في الماء. جميل، يعيش السمك في الماء. دي كده فهمت، كده كسبت معلومة، عرفت معلومة جديدة. أيوة. عرفت معلومة. ينفع أقول لك يعيش السمك في الماء؟ أيوة فعلا ينفع. ينفع. جميل، إنما لو بقول لك يعيش بس كده وأقول لك يعيش ما ينفع. أنا عمال أقول لك يعيش وأنت تقول لي إيه اللي يعيش؟ أقول لك الماء. أنا عمال أقول لك الماء إلياس، الماء الماء. هتقول لي الماء ماله؟ كيف المال؟ ماله الماء؟ الماء ماله؟ مش جملة مفيدة، مش بتدي معنى، ما ينفعش أتكلم بها مع حد، إذن هي مش جملة. بس كده يعيش السمك في الماء، دي كده جملة مفيدة لأنها ينفع أتكلم بها مع الناس. ماشي كده يا إلياس؟ صح، جزاكم الله خيرا يا إلياس، بارك الله فيك يا إلياس. يبقى إيه هي الجملة المفيدة يا إلياس؟ يعيش السمك في الماء. ماشي جميل، بس هي دي الجملة الوحيدة المفيدة في العالم؟ لا لا. إيه بقى، إمتى أقول إن الجملة مفيدة؟ لو كانت مالها؟ لو إيه مواصفات الجملة المفيدة؟ طب بص يا إلياس، خليك معانا وأنا كده كده هقولها كمان شرحتين ولا حاجة. ماشي يا إلياس؟ إلياس ماشي يا إلياس. أيوة يا إلياس. أستاذ أيوة سامعك. سامعك، بارك الله فيك يا إلياس. طب يا إلياس، بنقول إن هنشوف دلوقتي تعريف الجملة المفيدة، إيه هي الجملة المفيدة بس لما نجيب. ماشي، ركز معنا بقى يا إلياس. يلا يا إلياس، جزاكم الله خيرا يا إلياس، بارك الله فيك يا إلياس، جزاكم الله خيرا. يلا وسيم، وسيم وسيم. يلا يا وسيم، السلام عليكم يا وسيم، كيف حالك يا وسيم؟ أستاذ كيف حالك يا وسيم؟ حالي إن شاء الله تمام، بارك الله فيك يا وسيم. احنا بنتكلم عن ايه النهارده يا وسيم؟ معلش يا أستاذ، دوبي أدخل الآن. ماشي يا وسيم. بص يا وسيم، احنا بنتكلم عن الجملة المفيدة، ايه هي الجملة المفيدة وايه هي الجملة اللي مش مفيدة، تمام يا وسيم؟ تمام يا أستاذ، تمام. الجملة المفيدة يا وسيم اللي ينفع أتكلم بيها مع الناس، لما أقولها لك تفهم معنى جديد. ممكن تقرأ الجملة اللي موجودة على الشاشة يا وسيم؟ تمام يا أستاذ، يكثر النخيل في مصر. جميل، أنت كده عرفت معلومة صح؟ صح يا أستاذ، بارك الله فيك يا وسيم. ركز بقى معايا كده يا وسيم، نشوف بقى ايه هي الجملة المفيدة. يلا كل احبابنا وكل ابطالنا ورشد يبطل يلعب في ودنه، يلا كله يركز معانا. يلا يا احباب نركز مع بعض ونشوف، يلا نشوف مع بعض كده ايه هو تعريف الجملة المفيدة، ايه هي الجملة المفيدة. نركز يلا احبابنا وابطالنا كلهم، ما شاء الله ما شاء الله،
ربنا يبارك فيكم يا حبايبي، ربنا يبارك فيكم كلكم، ناس متفاعلة ومركزة. يلا، إيه هي الجملة المفيدة بقى؟ بنقول الجملة المفيدة ممكن تقرأ كده، يلا معانا، يلا 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 نقرأ. صديقنا مين يقرأ؟ مين؟ وسيم، انت رحت فين يا وسيم؟ يا وسيم السلام عليكم يا وسيم. ايوه يا وسيم، معلش استاذ المايك كان ما يفتح. ولا يهمك يا وسيم، يلا قول يا وسيم، ايه ممكن تقرأ الكلام الموجود على الشاشة؟ تمام يا استاذ. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة ويسمى أيضا كلاما. جميل، يبقى اللي يفيد فائدة تامة يبقى جملة مفيدة، يبقى بيعطي معنى كامل، معنى مفيد، يبقى ده اسمه جملة مفيدة. طب ركز كده كمان يا وسيم، يبقى الجملة المفيدة ديت ممكن تكون كلمة واحدة. مين وسيم؟ لا استاذ. أيوة. كلمتين. وقد تتركب من أكثر ولا أقل من كده؟ وقد تتركب من أكثر. وقد تتركب من أكثر. جميل، أنت شفت يا وسيم، أنا كنت بقول لك الجملة دي كده مفيدة ولا مش مفيدة؟ الجملة اللي أنت شايفها على الشاشة حاليا مفيدة ولا مش مفيدة؟ بتتكون من كم كلمة؟ من كم كلمة؟ كم كلمة؟ من أكثر. أيوة. من كلمة. أي كم كلمة ممكن تعدهم؟ يلا ركز يا أبطال، وكله يعد، كله يعد، يعدوا يلا. أيوة، كم كلمة يا وسيم؟ وسيم، أيوة يا وسيم، أربع كلمات. ممتاز، أربعة، هي بتتكون من أربع كلمات. أنا عايز أصدقائنا برضو يشاركوا على الشات بقدر الإمكان. يبقى هي بتتكون من أربعة ودي جملة مفيدة، يبقى الجملة المفيدة يا أبطال اللي هي بتعطي معنى تام، معنى مفيد، والجملة المفيدة بتتكون ممكن تتكون من كلمتين وقد تتركب من أكثر من ذلك، وكل كلمة موجودة جزء من الجملة المفيدة. جميل جميل، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا يا وسيم، جزاكم الله خيرا يا وسيم. يلا تعالوا بقى يا أبطال مع بعض، احنا كده عرفنا ان الجملة المفيدة ممكن ان هي بتتكون من اكتر من كلمتين او تتكون من كلمتين بس، يبقى كده ممكن الجملة المفيدة تبقى عبارة عن كلمتين او اكتر من كلمتين. الجملة المفيدة لازم بتدي معنى افهمه. يلا تعالوا بقى نشوف مع بعض، انا هجيب لكم دلوقتي امثله الجمل، وعايزكم تقولوا الجمله دي مفيده ولا مش مفيده. يلا نشوف مع بعض، نشوف ادم محمد. يلا يا ادم، السلام عليكم يا ادم محمد. احنا بنحاول نشوف اصدقائنا اللي ما شاركوش قبل كده ويشاركوا معانا. يلا ادم محمد. طب نشوف أسامة. نعم. أيوة يا آدم. خلاص يا أسامة، هنشوف صديقنا آدم ونرجع تاني. عامل إيه يا آدم؟ الحمد لله. كيف حالك يا آدم؟ الحمد لله. سلام عليكم. أيوة، بارك الله فيك يا آدم. احنا بنتكلم النهاردة عن الجملة المفيدة، صح يا آدم؟ صح. الجملة المفيدة اللي بتعطي معنى تام. يلا الجملة اللي قدامك ديت ممكن تقرأها يا آدم؟ نعم، اقرأها كده. أكل. أيوة. أكل. أكل. أيوة. فريد. فريد. أكل فريد. فريد. أكل فريد. أنت كده عرفت معلومة؟ صح كده؟ أكل فريد، بقول لك أكل فريد، أنت كده عرفت إن فريد أكل، صح؟ صح يا آدم؟ صح. صح، ممتاز. يبقى دي جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ مفيدة. مفيدة، ممتاز. الجملة دي عبارة عن كم كلمة؟ كم كلمة؟ اثنان. ممتاز، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا آدم، جزاكم الله خيرا يا آدم، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا آدم، جزاكم الله خيرا. يلا نشوف صديقنا آدم بقى، يلا يا آدم تعال يا آدم. السلام عليكم يا آدم. وعليكم كيف السلام ورحمة الله وبركاته. افتح الكاميرا على طول بقى يا آدم. أيوة، كيف حالك يا آدم؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أستاذ؟ قفل عليك، معلش بقى، وهو قفل علينا كلنا بس حرمنا يعني. ربنا يبارك فيك يا آدم. احنا بنقول نتكلم عليه النهاردة يا آدم؟ آدم؟ نتكلم عن الجملة المفيدة. نعم يا أستاذ، نتكلم عن الجملة المفيدة. وإيه هي الجملة المفيدة؟ الجملة المفيدة هي عبارة عن يعني زي جملة أو تركيب، يعني مثلا زي لما بدي أحكي لك جملة. أيوة، زي لما بدي أحكي لك جملة، يعني مثلا حكيت لك جملة أكلة ما فهمنا حاجة، فمين يعني مين اللي أكل أو إيش اللي أكل أو هاي الحاجة. ممتاز 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 ممتاز، بس ما تيجي تشرح مكاني يا آدم. ما شاء الله، ماشي يا آدم، يلا يا آدم. أوكي. الجملة دي يا آدم ممكن تقرأها؟ أوكي، القطار سريع. جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ جملة مفيدة، عرفت إنه القطار سريع. ممتاز، بارك الله فيك يا آدم، جزاكم الله خيرا يا آدم، جزاكم الله خيرا يا حبيبي. بارك الله فيك يا آدم، جزاكم الله خيرا. صدقنا غايث، غايث السلام عليكم يا غايث، السلام عليكم يا غايث، السلام عليكم. نعم يا أستاذ. كيف حالك يا غايث؟ غايث قفل تاني. يلا يا غايث، أنا عايزكم بقى أبطال كله يركز، شايفين الجملة اللي قدامكم، حاولوا تقرأوا وتساعدوا صديقنا غايث، هل هي مفيدة ولا مش مفيدة؟ يلا. نعم يا غايث. أيوة يا غايث. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا غايث، شايف الكلمة الموجودة قدامك على الشاشة؟ دي كلمة إيه ممكن تقرأها؟ إيه يا أستاذ. اقرأها يا غايث. إن. إن، ممتاز. أدت. اجتهد. دي كده جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ يلا، عايزين أصدقائنا يشاركوا معنا على الشات. اجتهد. إن اجتهد، إن اجتهد، الجملة دي مفيدة ولا غير مفيدة؟ يلا أصدقائنا كلهم يشاركوا على الشات ويساعدوا صديقنا غايث. مفيدة؟ جملة مفيدة. مفيدة؟ أيوة. إن اجتهد، ايه بقى ايه المعلومه اللي انت عرفتها؟ ان اجتهدت، هل في معلومه جديده فيها، او هل في سؤال او ينفع اتكلم بيها مع حد؟ ينفع تروح تقول لاخوك لو اجتهدت او ان اجتهدت بس كده؟ ينفع يا غايث؟ غايث. نعم يا غايث، ينفع تقول لاخوك او لصديقك ان اجتهدت بس كده، تقول له لو اجتهدت؟ انت ممكن تقول له ان اجتهدت ساعطيك جائزه، او ان اجتهدت ستنجح، صح يا غايث؟ غايث انت زهقت. نعم. يا غايث، ايوه يا غايث، ايوه يا غايث، يا غايث، لو احنا قلنا، لو عايزين نقول ان الجمله دي مفيده، ايوه ماشي، اصدقائنا بيساعدوك وبيقولوا لك ان هي غير مفيده، فعلا هي الجمله دي يا غايث غير مفيده. ليه غير مفيده؟ لانها مش بتعطي معنى. ان اجتهدت، ينفع اتكلم مع حد اقول له ان اجتهدت؟ فين بقيه الكلام؟ الكلام ده ناقص، مش مفيد، مش مفيد بشيء. لو ممكن اقول له ان اجتهدت ستنجح، ان اجتهدت ستتفوق، ان اجتهدت ساعطيك جائزه، يبقى دي كده جمله مفيده. اما ان اجتهدت بس، يبقى دي كده غير مفيده. خلاص يا غايث؟ تمام يا غايث؟ غايث. ايوه. الجملة دي كده مفيدة ولا غير مفيدة؟ شكرا. ماشي يا غايث، ماشي يا غايث، شكرا يا غايث، شكرا يا حبيبي، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا غايث، جزاكم الله جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا غايث، ربنا يبارك فيك. يلا نشوف بقية أصدقائنا، نشوف أحبابنا وأصدقائنا، نركز يا أبطال، بنقول نشوف الجمل اللي معانا ديت مفيدة ولا غير مفيدة.
يلا نشوف مع بعض. محمد أحمد، السلام عليكم يا محمد. محمد أحمد، محمد أحمد، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم، السلام عليكم. طيب يلا نشوف تركي. السلام تركي عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا محمد؟ أنا إبراهيم وداخل دلوقتي مع محمد. ماشي يا إبراهيم، بارك الله فيك يا إبراهيم. ممكن تقرأ الجملة اللي موجودة أمامك؟ ليت المريض. جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ لا مش مفيدة. ليه مش مفيدة؟ جميل، أنا مبسوط جدا من أصدقائنا اللي بيشاركوا معانا على الشات وبيساعدوا أصدقائنا اللي بيجاوب. ليه مش مفيدة يا إبراهيم؟ ليت المريض جملة مش مفيدة، علشان ليت المريض إيه؟ المفروض يبقى بعديها كمان حاجة. ممتاز ممتاز ممتاز. أنت منين يا محمد؟ منين يا إبراهيم؟ أنا إبراهيم أحمد نجيب. من أين أنت؟ أنت من مصر صح؟ مصر. أيوة، منين في مصر؟ المنوفية. بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك يا إبراهيم، ربنا يحفظك يا إبراهيم. يبقى كده بنقول ليت المريض، دي مش مفيدة. ليه؟ لأنها مش بتعطي معنى، في حاجة ناقصة. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا إبراهيم، جزاكم الله خيرا، وربنا يجازي خيرا كل الأصدقاء اللي بيشاركوا على الشات وبيساعدوا أصدقائنا الباقين. فعلا إن هي ليست مفيدة لأن ناقصة، جملة ناقصة، محتاجة ليت المريض إيه بقى؟ تمام، ما شاء الله. يلا نشوف الجملة اللي بعد كده ونشوف. ايوه ما شاء الله، اصدقائنا اللي بيشاركوا بشكل كويس جدا، ربنا يبارك فيك. عندنا جهاد غصاب. جهاد السلام عليكم يا جهاد. السلام عليكم يا جهاد. السلام عليكم، كيف حالك يا جهاد؟ طيب الحمد لله، بارك الله فيك يا جهاد. ممكن تقرا الجمله اللي امامك على الشاشه؟ ابشر. الثوب النظيف. الثوب نظيف، جمله مفيده ام غير مفيده؟ مفيدة. مفيدة، ليه مفيدة؟ أيوة ما شاء الله، وأصدقائنا عم بيذكروا في الشات إن هي مفيدة برضو. جميل، ليه مفيدة يا جهاد؟ هلا هلا يا جهاد، ليه الجملة مفيدة؟ لأنها تعمل معنى، لأنها تعمل معنى. عندك كم سنة يا جهاد؟ ها؟ عندك كم سنة؟ جهاد هلا، ربنا يبارك فيك يا جهاد، جزاكم الله خيرا. جهاد اول مره تشارك معانا يا جهاد؟ ايوه وان شاء الله تشارك بعد كده. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا جهاد، انا اتشرفت بيك يا جهاد، ربنا يحفظك، جزاكم الله خيرا. يلا يا يسري. يلا يا يسري، السلام عليكم يا يسري، جزاكم الله خيرا يا جهاد، ربنا يحفظك. يلا يا يسري، السلام عليكم يا يسري. طب نشوف مين؟ نشوف صديقنا يزيد. السلام عليكم يا يزيد. يزيد السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا يزيد؟ يزيد السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا يسري كيفك يا يسري؟ مين بيتكلم، يسري ولا يزيد ولا مين بقى؟ مين بيتكلم؟ يسري صح؟ يسري؟ أيوة أيوة يا يسري. أيوة أنا زي أبي. زي زي، بارك الله فيك يا زيد. شايف الكلمة الجملة الموجودة أمامك على الشاشة؟ إيه أستاذ، ممكن تقرأها؟ الكتاب الذي. هذه الجملة مفيدة أم غير مفيدة؟ أستاذ ليست مفيدة. ليست مفيدة، لماذا يا زيد؟ لأنها لم تكتمل. لأنها لم تكتمل، ممكن تكملها؟ ممكن تقول الكتاب الذي على المنضدة. جميل، مفيد، صح كده؟ الكتاب الذي اشتريته. الذي اشتريته مفيد، جميل فعلا، جزاكم الله خيرا يا زيد، ربنا يبارك فيك يا زيد، جزاكم الله خيرا. يسري، يسري اسم والدك ولا اسم اخوك؟
استاذ حسابي. حسابك ماشي، ربنا يبارك فيك ربنا. طب انت ماشي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير ما شاء الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. جميل، انا مبسوط منكم جدا ان انتم مركزين وما شاء الله الدرس مستوعبونه جدا، ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. يلا معانا الجمله الجديده ونشوف صديقنا حسام. يلا يا حسام، السلام عليكم يا حسام. السلام عليكم يا حسام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ. كيف حالك يا حسام؟ الحمد لله طيب، انت كيف حالك استاذ؟ الحمد لله يا حسام. شايف الكلمه اللي امامك على الشاشه؟ ايه استاذ، البنت المتعلمه. هذه الجمله مفيده ام غير مفيده؟ مفيده استاذ، مفيده. مفيده، البنت متعلمه استاذ. البنت متعلمه. طب نشوف اصدقائنا على الشات ونبص مع بعض، الجمله دي يا ابطال مفيده ولا غير مفيده؟ ونساعد صديقنا حسام، صديقنا حسام بيقول ان هي كده مفيده. يلا نشوف مع بعض. ايه مفيده، مفيده ما شاء الله، البنت المتعلمه. جميل، وعندنا كمان ده اصدقاء كلهم بيقولوا مفيده ما شاء الله، الاصدقاء كلهم بيقول مفيده، وعمر بيقول مفيده، وادم كمان بيقول مفيده، يا وراشد بيقول مفيدة، ويزيد وعبد الرحمن وعمر سيد كله بيقول البنت المتعلمة كده مفيدة، صح؟ معاذ حميد كمان؟ مفيدة استاذ، مفيدة، البنت المتعلمة، البنت المتعلمة. اه كله برضه ما شاء الله، والدكتور عبد الرحمن وعبد الرحمن كمان والله الله الله، وادم بيقول غير مفيدة. لا تعالى بقى، ادم بيقول غير مفيدة كده، واحد طلع مختلف اهو بيقول غير مفيده، وعمر برضه مصمم ان هي مفيده، ممكن تكون صح وممكن يكون غلط، تركي تاني بيكرر يقول مفيده، محمد احمد عمار بيقول ايه؟ ما بيقولش حاجه. طب يلا بقى انا عايز اشوف من كل اصدقائنا يكتبوا لنا على الشات، مين بيقول مفيده ومين بيقول غير مفيده. يلا عمر بيقول غير، غيرت ليه؟ لا أنس بيقول مفيدة لأنها البنت متعلمة. لا يا أنس، أنا بقول البنت المتعلمة، في فرق كبير ما بين البنت متعلمة والبنت المتعلمة. محمد بيقول غير، محمد أحمد عمار بيقول غير، وبرضه تاني حسام مفيدة، وعبد الرحمن كله تاني مفيدة، مفيدة مفيدة، مصممين على إنها مفيدة. آدم خلاص بيقول غير ماشي، محمد احمد بيقول غير مفيده، وعمر رجع بيقول غير مفيده. الله 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 يا شيخ مفيده ماشي، البنت المتعلمه مالها؟ ايوه مالها، جميل ايوه كده، غير مفيده. يسري بيقول غير مفيده تمام، معاذ بيقول غير مفيده، مفيده لانها البنت المتعلمه، مفيده مفيده ايوه، غير مفيدة لأنها عام، مفيدة لأنها غير. طب تعالى يا راشد بقى، راشد عشان ما شفناهوش من زمان، تعالى يا راشد. السلام عليكم. راشد راح فين؟ راشد انت نزلت ايدك يا راشد؟ ايوه راشد، تعالى يا راشد. يلا يا راشد، السلام عليكم يا راشد. وعليكم السلام. كيف حالك يا راشد؟ الحمد لله، وانت كيف يا شيخ؟ الحمد لله يا راشد، بارك الله فيك يا راشد، كنت مختفي فين يا راشد؟ أين كنت؟ بارك الله فيك يا راشد. انت بتقول يا راشد ان هي غير مفيده، ليه غير مفيده يا راشد؟ البنت المتعلمه يعني بنت متعلمه، بعدين شو؟ ايوه البنت المتعلم، انما لو قلت فعلا كان في حد من اصدقائنا قال البنت متعلمه، لو قلت البنت متعلمه ماشي يبقى البنت متعلمه في معنى، انما البنت المتعلمه ممكن نقول البنت المتعلمه مفيده لمجتمعها، البنت المتعلمة أم جيدة، البنت المتعلمة متفوقة، البنت المتعلمة ممكن نقول حاجات كتير، بس البنت المتعلمة بس كده لا، كده مش بتدي معنى تام، مش معنى كامل، ناقصة حاجة. جزاكم الله خيرا يا راشد، بارك الله فيك يا راشد، ما شاء الله ما شاء الله، جميل 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 ايوه، بارك فيك، ربنا يحفظك يا راشد، ربنا يبارك فيك. يبقى يا أبطال البنت المتعلمة كده لا مش مفيدة، فين بقى البنت المتعلمة مالها كيفها مالها؟ جميل، يبقى طالما الجملة مش تامة مش كاملة يبقى كده غير مفيدة، علشان تبقى مفيدة لابد تعطي معنى.
جزاكم الله خيرا، ما شاء الله ما شاء الله، كويس. انا حاسس بنشاط النهارده، وكل مره بحاسس بنشاط بس النهارده اكتر ما شاء الله. معنا حسن مهدي، يلا يا حسن. السلام عليكم يا حسن. يا حسن، حسن مهدي. السلام عليكم يا حسن مهدي. حسن مهدي، حسن مهدي، حسن. السلام عليكم يا حسن. حسن مهدي، حسن مهدي، حسن. ماشي. طب نشوف علي خالد الفرهود. علي خالد، هلا سام. هلا هلا سام. يا علي استاذنك، استاذنك يا علي، نشوف حسن وارجع لك. ماشي يا علي، بعد ايه؟ ابشر. ماشي. يا علي كيف حالك يا علي؟ يا حسن، حسن. الحمد لله استاذ، بارك الله فيك يا حسن. عايزين يا حسن نكمل كل مثال من الأمثلة الآتية في جملة مفيدة، إن إحنا نخليه جملة مفيدة، نجعله جملة مفيدة. بنقول العصفور نقط القفص، ممكن نحط هنا كلمة عشان يبقى الجملة مفيدة. العصفور، ممكن نقول إيه؟ العصفور في القفص. في القفص، ممتاز، بارك الله فيك يا حسن، جزاكم الله خير، ما شاء الله. يبقى العصفور في القفص، جميل، ممتاز. يلا يا علي، علي، علي. سام 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 سام. أيوة يا علي. ممكن عايزين نخلي الجملة اللي أمامك دي جملة مفيدة. الولد المهذب، ممكن تكمل الجملة تبقى مفيدة. محترم. سأل الولد المهذب محترم. محترم، ممتاز. أو الولد المهذب محبوب، أو الولد المهذب. جميل، فعلا الولد المهذب محترم، يبقى كده دي جملة مفيدة. جزاكم الله خير، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا علي. يلا. نعم، لا، ماشي يا علي، جزاكم الله خير. يلا معاذ حميد، صديقنا معاذ حميد، يلا يا معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا معاذ؟ بخير والحمد لله، بارك الله فيك يا معاذ. ممكن تقرأ، اجعل هذه الجملة مفيدة. الولد نقط الفاكهة. الولد أكل الفاكهة. الفاكهة، ممتاز، بارك الله فيك يا معاذ، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا معاذ، بارك الله فيك يا حبيبي. يلا أحمد الجاسم، نشوف مع بعض. أحمد الجاسم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد، اجعل هذه الجملة مفيدة، أكملها لكي تكون مفيدة. الحذاء الضيق. أيوة يا أحمد. نعم، اجعل هذه الجملة مفيدة. الحذاء الضيق قبيحا. قبيحا، ممتاز، جميل. الحذاء الضيق قبيحا، ممتاز، بارك الله فيك يا أحمد، جزاكم الله خير. عبد الرحمن محمد، يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن محمد. السلام عليكم، السلام عليكم يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. طب نشوف يزيد، يلا يزيد. السلام عليكم يا يزيد، يزيد محمد، يا يزيد، يا يزيد، يزيد. وعليكم السلام، كيف حالك يا يزيد؟ طيب الحمد لله، بارك الله فيك يا يزيد. يلا كمل الجملة لكي تكون مفيدة. الثور نقط الأرض. يحرث. يحرث، ممتاز، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا يا زيد، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله ما شاء الله. يلا عبد الرحمن محمد، يلا يا عبد الرحمن. القمر نقط السماء. يا عبد الرحمن، عبد الرحمن الصوت مش طالع يا عبد الرحمن، يلا تاني. يلا يا عبد الرحمن افتح الصوت، افتح الصوت يا عبد الرحمن. ايوه، اضغط على المايك وافتح الصوت، افتح الصوت يا عبد الرحمن. دل هنا طلع السر. أيوة يا عبد الرحمن. القمر نقط السماء، كمل الجملة. القمر نجم السماء. ماشي، جميل، أو ممكن نقول القمر يا السماء، ممتاز، جميل، جزاكم الله خيرا يا عمر، يا عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا يا حبيبي، ما شاء الله. نجم السماء، جزاكم الله خيرا. يلا نشوف بقى التمرين مع بعض. هنعمل التمرين الجاي إن إحنا هأعطيكم كلمة وتضعوها في جملة، زي الحديقة هتقولوا مثلا الحديقة واسعة، هقول لك مثلا الشجرة، الشجرة مورقة، هنقول لكم مثلا الأزهار،
يلا نشوف بقى. خلاص يا عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا يا حبيبي، بارك الله فيك. يلا نشوف بسام، يلا يا بسام، بسام وحسام، يلا يا بسام، ضع الأزهار في جملة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا سلام. يلا نضع هذه الكلمة في جملة مفيدة. الأزهار جميلة. جميلة. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك يا بسام، جزاكم الله خيرا يا حبيبي، الأزهار جميلة. يلا نشوف حد. العفو العفو. يلا تعالى 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 بسرعة. الشمس ضعها في جملة مفيدة. يلا يا حسام. الأزهار. لا خلاص، احنا خلصنا الأزهار، احنا في الشمس. الشمس. الأزهار ذكية يا أستاذ. لا خلاص الأزهار خلصت، احنا في الشمس، بأنظر للشاشة الشمس. الشمس ساطعة. ساطعة، ممتاز، ماشي يا حسام، جزاكم الله خيرا. يبقى دي كده جملة مفيدة، جزاكم الله خيرا. أنس حميد. أنس حميد. شكرا، جزاك الله خير. جزانا وإياكم. أنس حميد. يلا يا أنس. أستاذ أختي تشارك، ممكن أستاذ تشارك؟ هدين. يا أنس، السلام عليكم يا أنس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أنس، ضع كلمة الفاكهة في جملة مفيدة يا أنس. يلا يا أبطال، ونساعد صدقنا أنس. يلا يا أنس، ضع كلمة الأبطال، كلمة الفاكهة في جملة مفيدة. الفاكهة. يلا يا أنس. الفاكهة مفيدة للصحة. الفاكهة مفيدة للصحة، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا يا أنس، بارك الله فيك يا أنس، جزاكم الله خيرا يا حبيبي. ربي يبارك فيك. ربنا يحفظك يا أنس ويبارك فيك يا حبيبي. يلا تركي. جزاكم الله خيرا. تركي المطيري. تركي، السلام عليكم يا تركي. 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 يا تركي، السلام عليكم. هلا أستاذ. كيف حالك يا تركي؟ تمام أستاذ أنت. ربنا يبارك فيك يا تركي، الحمد لله. ممكن تضع كلمة يلعب في جملة مفيدة؟ يلعب. الطفل يلعب. الطفل يلعب، أو يلعب الطفل، ممتاز، بارك الله فيك، دي كده جملة مفيدة. ليه جملة مفيدة يا تركي؟ تركي رحت فين يا تركي؟ ليه جملة مفيدة؟ ليه بنقول إن دي جملة مفيدة؟ يا تركي؟ أستاذ ما فهمت. ليه بنقول الطفل يلعب جملة مفيدة؟ ليه ان احنا قلنا ان هي جمله مفيده؟ لماذا جمله الطفل يلعب جمله مفيده؟ ليه تركي؟ ماشي تمام، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. يبقى كده ابطلنا يا احبابنا، بنقول ان الجمله المفيده هي الجمله اللي بتكون كامله في الكلام، بتكون تامه، بتعطي معنى تام، وبتعني تعطي معنى كامل، مش بتحتاج بعدها كلام علشان تتم معناها، لا هي بتكون تامة، بمعناها ان هي بتكون تامة فعلا. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله التفاعل كان عالي جدا النهاردة، وما شاء الله ربنا يبارك فيكم، انا مبسوط بكم جدا. النهاردة قلنا ان احنا الجملة المفيدة ديت اللي هي ممكن تكون عبارة عن كلمتين او اكتر، وبتكون بتعطي معنى تام، سواء ينفع تتكلم بيها مع الناس، إن هي تكون سؤال بتسأله لحد، أو جملة تامة بتعطي معنى جديد تعطي للناس. وده كان درسنا النهاردة، ربنا يبارك فيكم، أنا سعيد بكم جدا، وبشكركم جدا جدا على تفاعلكم الجيد، ووجودكم وتركيزكم ومشاركتكم، حتى الناس اللي ما كانتش بتشارك بالصوت كانت بتشارك بالكتابة، وكنتم متفاعلين جدا. والأبطال أحبابنا اللي ما شاركوش، لا هنشارك إن شاء الله في مرات جاية. بشكركم جدا وبحييكم جدا، وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وبكرر، لو احتجتوا أي حاجة أنا تحت أمركم، ابعتولي على الخاص، ابعتولي على الواتس، على التليجرام، عايزين تكلموا صوت تليجرام مفيش مشكلة، أنا تحت أمركم في أي حاجة، لو احتجتوا أي حاجة. ربنا يبارك فيكم، ربنا ينفع بيكم الإسلام والمسلمين،
ربنا يجعلكم صالحين في أنفسكم، مصلحين للعالم كله، مش بس في وسط أصحابكم ولا أهليكم ولا أصدقائكم ولا إخواتكم، لا، تبقوا مصلحين للعالم كله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، بحبكم جدا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.